برحب بحضراتكم من جديد. عندي موضوعين سريعا جدا عشان استقبل الاستاذ خالد العشري، منهم موضوع مهم جدا يخص مركز التسويه ومركز فض المنازعات اللي كان في اجتماع النهارده بشان قرار اللجنه واللائحه الاسترشاديه ولا لائحه النادي الاهلي، كل ده هتكلم فيه، لكن حاجه للتوضيح سريعا. المطلوب في البرنامج لما نقول حاجه لما تخص اشخاص بنقول لحضراتكم، مش مطلوب مننا في كل حلقه لما نتكلم في موضوع بنتكلم على استوديو تحليلي او بنتكلم على حد اللي هو مثلا بيقول لنا او حاطط شريط ده ملعب سوسه مش ملعب رادس، المقصود بيها المفروض اللي انت محايد ايه علاقتها باي نجمه او اي حاجه. دي واحد. اتنين، استغرب ان البعض بيدخل المواضيع والكلام مع صديق عمري واللي انا بعتز بيه وائل جمعه، في ما بيننا صداقه، في ما بيننا احترام، في ما بيننا، دخلوا المواضيع في بعض. فانا بقول وائل امبارح غير مقصود بالمرمى بالمره في اي جمله مفيده اساسا، ولما الكابتن وائل يبقى فيه اي حاجه الطبيعي بحكم الصداقه، انا المفروض الكلام ده ما اقولوش على الهوا، لكن بقول هنتكلم مع بعض في التليفون واتفهم وجهه النظر، لو حاجه انا مش مقتنع بيها هطلع اناقش اقول على الهوا زي ما بنناقش كل حاجه، لان ده عمل عام لازم تجنب المهنيه الصداقه. يعني في ناس زعلانه مننا عشره عمر وسنين طويله مع بعض، لكن عند الشغل انا اسف ده شغلي وفي مهنيه وما اقدرش اكذب على الناس في حاجه لانها هتلام، واليوتيوب ما بيرحمش زي ما ايه البعض عمل فيديوهات كده ولا تقربوا الصلاة، ولكن هو ده الخط بتاعنا وده الطريق اللي احنا بنمشي فيه. فالكابتن وائل جمعه صديق عزيز، مفيش اي حوار مس الكابتن وائل جمعه، ده وجهه نظري، حبيت بس اوضح، اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يعيد يعيد، دي عشره سنين وعشره بطولات وقعدنا مع بعض اكتر ما قعدنا في بيوتنا، فده كان مهم اوضح الصوره. اشتغلوا في العبث، اشتغلوا الاجتماعات اللي بتحصل في احد الكافيهات وعارف الصفحات المضروبه، وده دوري اللي انا اقول لحضراتكم، سهل جدا اوريكم بيتعامل معانا ايه قبل الهوا، قبل كل حلقه، قبل كل حلقه، لكن خلاص قابلين ما دام بنشتغل في العمل العام لازم يحصل ده مش مشكله، بس لما يبقى حد يدعي اللي هو اهلاوي بتزعل شويتين قبل كل حلقه بالمناسبه. ف سريعا انا مش هقول لكم اقفوا جنب البرنامج ولا اقفوا جنب حد، مفيش حد يقف جنب باطل، اقف جنب الحق فقط. ومش معنى كل موضوع بناقش حضراتكم فيه اللي انت تصدقني، انت بلور الكلام جوه دماغك واطلع بمنتج الكلام اللي الراجل ده بيقوله صح ولا غلط. لكن دوري اقول لكم مره حاجه عن نفسي، ولا بنحط نفسنا في فقره 100 سنه اهلي ولا بنقعد نعرض، هي صدفه ان البطولات افريقيا العبد الله كان كابتن النادي فبتترفع، ولا بنعمل حاجات لنفسنا ولا بنقبل مداخلات حد يقعد يشكر فينا، لان انا بشوف اللي ده مش مهنيه اساسا خالص. يدخل اهلاوي يعبر، مش المفروض اللي يدخل يقول لي انت اعظم واحد في العالم، انا مش مدرستي وكنت بكره المدرسه دي من واحنا بنلعب.